التوصيل للغاز الطبيعي، بنتكلم في صرف صحي، بنتكلم في كهرباء، بنتكلم في كذا حاجة. هل كل ده كان في فرص عمل بالنسبة لأبناء المحافظة فيه؟ هل في مدارس ممكن تضاف مثلا أو تم تجديدها أو ترميمها أو إنشائها من جديد؟ طبعا حضرتك كل ده تم فعلا، وعايز أقول إن كل المقاولين اللي بيجوا والشركات الكبيرة اللي بتيجي بتفكر تشغل العمالة من داخل القرية، ده في أساس، إلا إذا كانت في عمالة نادرة أو مش موجودة في القرية طبعا بيجيبوها من خارج القرية لو حاجة متخصصة قوي. أيوه. طبعا أيوه. لكن أيوه. في بالنسبة لما يخص يعني الأعمال والإنشاءات، ولكن على التوازي لازم نقول أن المجتمع المدني له دور كبير جدا معانا. أيوه. لأن احنا برضو بنجهز الشباب وبنجهز، احنا عندنا هنا في أسوان في المشروعات، احنا اخذنا اول محافظة على مستوى الجمهورية. نعم. ان احنا بنعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية ومتابعة الا اننا بنقول ان في كمان هيئة تنمية الصعيد داخلة معانا انها تعمل مجمعات حرفية. وبعدين لازم برضو نشير إلى إن إحنا لازم بنخلق فرص عمل وفرص عمل مستدامة على أساس هايل، على أساس ما يبقاش الموضوع مرتبط مرتبط بمشروع مجرد ما ينتهي تخلص فرصة العمل فيه. تمام، مفهوم. وخصوصا إحنا يمكن بنتميز في أسوان هنا بالحرف اليدوية. نعم. ويمكن السيدات هنا في أسوان ليهم طبيعة خاصة، يمكن محترفين في هذا المجال، وبنساعدهم تماما في أعمال التسويق، ويمكن بنتعامل معاهم إن احنا بنطلع معارض على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات اللي بتعمل معارض مع وزارة الشباب ووزارة التنمية الاجتماعي، بيروحوا ويشرفونا هناك. وعايز أقول لحضرتك إن المنتجات اللي بيروحوا بيها في الغالب ما بيرجعوش بحاجة، لأن هي كله بيتباع فعلا لانها مميزه. صحيح جدا. في حاجات كده في مصر مميزه، الشغل الخاص باسوان، الشغل الخاص بسيوه، يعني مجرد ما حد يبقى معاه او بيشتري اي حاجه منهم بتبان على طول ان ده شغل اسوان، ده شغل سيوه، ده يعني في اماكن اقصد اقول مميزه جدا بشغلها، منها اسوان. خصوصا طبعا حضرتك بعد ما دخلنا فيها الهويه البصريه وتصديق سياده الرئيس على ان احنا نشتغل في الهويه البصريه، في طابع خاص بأسوان، وخصوصا كمان ان احنا نعلم ان برضه لازم نقول ان أسوان هي لوحة جمالية على بعضها كده. صحيح. خصوصا وانت في النيل وانت بتشوف المعابد والمتاحف. لا أسوان دي حالة كده، حالة كده لوحدها جميلة. عشان كده سيادة الرئيس لما قال ان هي عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد، يعني ان شاء الله هتبقى هي دي فعلا، واحنا بنشتغل على كده. نعم. وان شاء الله هننجح في هذا ان شاء الله. وبعدين حضرتك عارفه ان سياده الرئيس بيتابع بشكل يعني مستمر، فكل المشروعات كلها متشافه، واللي احنا بنعمله في محافظه اسوان. نعم. يعني الحمد لله من كل حاجه بتتعمل ان شاء الله علشان ننفذ توجيهات سياده الرئيس ان تبقى اسوان هي فعلا عاصمه للشباب والثقافه والاقتصاد. ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا سياده